رسمياً تم تحديد موعد الكرة الذهبية لسنة 2022 في يوم 12 أغسطس سيتم الإعلان عن المرشحين بالكرة الذهبية، وفي يوم 17 أكتوبر سيتم حفل تسليم الكرة الذهبية لسنة 2022، لكن بشكل رسمي قسمت الكرة الذهبية. نعم، هو كريم بنزيما. رسميا ساديو ماني قرر الرحيل عن نادي ليفربول، والأقرب لضم اللاعب هو بايرن ميونخ. وإيفان بيرسيتش رسميا من انتر ميلان إلى توتنهام، والصفقة تمت، والفرنسي توليسو سيقادر نادي بايرن ميونخ في الصيف. وبعدما باريس سان جيرمان خطف كيليان امبابي من ريال مدريد، يسعى ريال مدريد لتعويض كيليان امبابي بالشاب الفرنسي أورلين تشاوميني لاعب موناكو الفرنسي. وفابريزو رومانو أكد كل شيء على وشك الانتهاء، مبلغ يتجاوز 50 مليون يورو، وأن اللاعب الشاب أخبر زملائه بالفعل للعب لريال مدريد. وباريس سان جيرمان وليفربول ينافسان لضم اللاعب الشاب، وناديه مونوكو لن يتنازل عن مبلغ 80 مليون يورو للنادي أن يرغب في ضم اللاعب الشاب. وبايرن ميونخ يخطط لضم اللاعب الشاب من نادي أياكس البالغ من العمر 20 سنة على الانتقال إلى صفوفه حتى موسم 2027 مقابل 20 مليون يورو. ونادي تشيلسي يخطط لضم قلب دفاع إشبيلية اللاعب الشاب الفرنسي جوليس كوندي بعد رحيل الثنائي قلب الدفاع روديغير وكريستينسي. ولتعويض الثنائي وقع الاختيار على كوندي صاحب 23 السنة. وبعدة تقارير إنجليزية أن النادي أرسل عرضا بمبلغ 60 مليون يورو لضم كوندي من إشبيلية، وعلما أن الأخير عنده شرطا جزائيا تقدر ب 80 مليون يورو. وتشافي هرنانديز يرغب بضم اللاعب الشاب أيضا. رافينيا إلى برشلونة لتعزيز خط هجوم الفريق وتعويض رحيل عثمان ديمبلي. يسعى برشلونة للتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا نجم ليدس يونايتد أنخيل دي ماريا إلى يوفنتوس جناح التانجو بعد رحيله من باريس هذا الصيف بعد نهاية عقده مع الفريق، ليتدخل يوفنتوس لضم اللاعب. فرانكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد. إريك تين هاغ مدرب الشياطين الحمر الجديد يرغب بضم اللاعب الشاب فرانكي دي يونغ بمبلغ 70 مليون يورو. باولو ديبالا إلى إنتر ميلان بعد تأكد رحيل النجم الأرجنتيني عن يوفنتوس، وبدت بعض الأندية لحصول توقيع باولو ديبالا على رأسهم روما، أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان. لكن توثق آخر الأخبار أن إنتر ميلان حسم الصفقة بشكل رسمي بعقد يمتد لثلاث سنوات وبراتب سنوي 7 مليون يورو. عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان جناح برشلونة لا يزال يرفض كل العروض التي قدمت له من النادي الكتالوني. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة إذا أعجبكم الفيديو، وخلونا نوصل هذا المقطع لأكبر عدد من اللايكات.